بعد مرور شهور على جواز زين وقدر، كانت علاقتهم في الشهرين الأخر اتطورت جدا، لكن بصراحة كانت مليانة توتر وقلق، خصوصا إن زين كان في كل مرة يقرب فيها من قدر كان بيتعبها أكتر، وكانت هي بتكرهه أكتر لأنه كان بيعاشرها معاشرة الأزواج، وكان بياخدها بالعافية وبالغصب حتى لو هي مش موافقة على كده. لكن طبعا في المقابل قدر كانت بتكره زين أكتر، على الرغم إن هو كان بيعيشها وكان بيحاول يراضيها، لكن لما كانت هي بترفض كان بيغصب عليها، وكانت علاقتهم دخلت في حالة توتر بصراحة كبيرة قوي. في نفس ذات الوقت في آخر شهرين كان قادر اتجوز يارا، يعني كان بقالهم شهرين متجوزين، وطبعا قادر عمل حاجة زي كده علشان ينتقم من زين. أيوة زي ما بقول لكم كده، كان عايز ينتقم من زين ويكسر نفسه زي ما هو عمل مع أخته، لكن للأسف زين لما عمل كده مع قدر كان بطريقة غير شرعية، بوحشية، بحاجة مفيش بني آدم يعملها. لكن قدر يوم ما فكر ياخد حقه عمل كده على سنة الله ورسوله، وطبعا احنا هنعرف دماغه بعد كده كان فيها ايه. ونيجي في مكان وقدر واقف بيتكلم في التليفون، وكان متضايق وغضبان جدا وبيقول في التليفون: يعني ايه مش هتقدري تيجي؟ انا قلت لك لازم الاقيكي وقت ما اكون عايزك، انت في ايه بالظبط؟ بقول لك ايه يا يارا، ما تخلينيش اتصرف معاكي تصرف انت هتزعلي منه. فيارا قالت له: والله العظيم انا اسفه، انا اسفه يا حبيبي، لكن والله تعبانه ومش قادره اخرج، اعمل ايه يعني؟ ساعتها قدر رد عليها بغضب اكتر وقال لها بدون نقاش: يا يارا تعبانه مش تعبانه انا عايز اشوفك، ما تخلينيش اتصرف زي ما قلت لك تصرف هتندمي عليه، وهتلاقيني جاي لك القصر على طول، سمعتي؟ قالت له: طيب خلاص انا جاي، لكن ما تزعلش نفسك، انا بحبك وما اقدرش على زعلك يا قدر. وراحت معيطه، قال لها: خلاص ما تعيطيش، تعالي على طول انا مستنيكي في الشقه. وفعلا قفلوا مع بعض التليفون، ويارا كانت قاعده زعلانه انها تعبانه وهو مش مقدر حاجه زي كده وغاصبها انها تروح له. وفعلا لبست وكانت نازله، وهي خارجه من باب الاوضه قابلت والدتها وقالت لها: صباح الخير يا حبيبتي. طبعا يارا حاولت ما تبينش تعبها وقالت لها: صباح النور يا امي. قالت لها: في ايه مالك يا يارا، وشك اصفر كده ليه يا بنتي؟ قالت لها: مفيش يا ماما، يمكن لاني سهرت امبارح شويه وكنت طول الليل بذاكر. قالت لها: طب خلاص في ايه يا يارا، ما تخرجيش النهارده، مش لازم يا بنتي الجامعه. قالت لها: لا ازاي ما اخرجش يا ماما، لازم اروح النهارده الجامعه ضروري، انا عندي محاضرات مهمه جدا وكمان زمايلي مستنييني. ساعتها رحاب قلقت على بنتها وحست ان في حاجه مش مظبوطه، ما هي ام واكتر واحده هتحس ببنتها. قالت لها: طب يا بنتي روحي، بس ما ترجعي لينا كلام مع بعض، وخدي بالك من روحك كويس. وسلموا على بعض، ويارا خرجت وركبت عربيتها، لكن ما راحتش الجامعه، كانت واخده العربيه وراح المكان الشقه اللي كان قادر مأجرها لها. واول ما دخلت قادر جري عليها وحضنها وقال لها: تعبانه ليه يا روحي، في ايه مالك؟ قالت له: مش عارفه يا قادر، تعبانه من امبارح وعماله ارجع وبطني وجعاني. قال لها: طب ما يمكن كلتي حاجه بايظه ولا حاجه؟ قالت له: ما اعرفش بقى. وساعتها هو اتعامل معاها كأي زوج بيتعامل مع زوجته، وخدها ودخل أوضة النوم. في نفس الوقت عند زين كان لسه صاحي، وطبعا زي ما قلت لكم الأوضاع بينهم كانت متوترة، لأن قدر ما كانتش بتديله أي فرصة، ولا كانت بتديله ريق، ولا حتى كانت قادرة تتقبله. والعادة بتاعته كان بيصحى دايما يشرب سجاير على الصبح، وكان بيضايقها بحاجة زي كده. وأول ما صحيت قدر بصت له كأنها كانت بتقول له: انت ما بتعرفش ربنا، ما فيش حاجة بتعرف تعملها الصبح غير انك تقوم وتشرب سجاير، يا شيخ حتى قوم صلي لك ركعتين او اقرا اي جزء من القرآن. فلكن هي كانت بتقول الكلام ده بينها وبين نفسها، ما كانتش قادرة تقوله له، وهي عادتها قامت وتوضت وصلت وقرت قرآنها وقعدت كمان تذاكر. وش لقيته عمال يشرب سيجارة في سيجارة لحد ما اتضايقت وقالت له: حرام عليك بقى، انا قرفت من ريحة السجاير بتاعتك دي وحاسه ان انا عايزه ارجع. وما كملتش كلامها وجريت فعلا على الحمام، وزين لحقها وقال لها: في ايه مالك؟ لسه قادر هتقول لي في ايه، وهي خارجه من باب الحمام اغمى عليها في الارض. زين بخوف: قادر فوقي، في ايه مالك؟ وبعدين شالها وحطها على السرير ولبسها طرحتها وهدومها وطلب الدكتور على طول. واول ما الدكتور جه وكشف عليه قال له: يا دكتور طمني، هي فيها ايه؟ قال له: ما تخافش يا استاذ زين، هي بس الواضح ان المدام عندها ازمه في صدرها، هي بتدخن ولا ايه؟ قال له: لا طبعا. قال له: طب انت بتدخن؟ قال له: اه.
قال له طب انت لازم تبعد عن اي حاجة تأذيها وتأذي صدرها، لان الموضوع ده خطر جدا على البيبي. طبعا اول ما الدكتور قال ان قدر حامل الكل كان واقف مصدوم، وزين قال له بيبي بيبي ايه حضرتك؟ قال له في ايه يا استاذ زين، يا مش مراتك ولا ايه؟ انت ما تعرفش ان المدام حامل؟ ده داخله في الشهر الثالث. ساعتها مامة زين زغرطت من فرحتها وقالت الحمد لله يا رب، المباركات بلشت في القصر وبدأت فيه. وقدر ساعتها كانت في عالم تاني، عالم تحس انها كانت مسحوبة وانصدمت لما حست انها حامل، كأنها زعلت ومصدومة اكتر. لكن محمد القناوي قال لهم مبروك يا ولاد وربنا يقومك بالسلامة يا قدر. قدر ردت عليه بحزن باين قوي وقالت له الله يبارك فيك يا عمي. زين كان واقف فاتح بقه ومصدوم، مش عارف هو فرحان ولا زعلان، كان حاسس ان هو في عالم تاني وان الحركة دي او الخبر ده حصل وهو اصلا مش مستعد ليه. وامه راحت لقدر وقالت لها مالك يا بنتي، انا شايفه الحزن في عينيكي كده ليه؟ قالت لها عادي يا ماما، ما فيش حاجه، تعبانه بس. قالت لها هو انت مش مبسوطه يا بنتي انك حامل؟ قالت لها لا، ازاي يعني مش مبسوطه؟ مبسوطه قوي، دي نعمه من عند ربنا وما ينفعش حد يعترض على حاجه جت هديه من عنده، الحمد لله. بس انا يمكن متفاجئه شويه، ما كنتش متوقعه بس انه يحصل دلوقتي. ساعتها زين رد عليها ببرود وضحك بضحكة مسخرة كده وقال لها ليه يا حلوة، مش متجوزة راجل ولا انت عايشة مع اخوكي ولا ايه؟ ما انا عايزة افهم يعني. ساعتها محمد القناوي ورحاب حسوا ان التوتر موجود بينهم فخرجوا، وهو خارج نده لزين وقال له بص بقى يا زين، الموضوع كده كبر عن حده، واسلوبك ده قسما بالله لو شفتك بتتعامل بيه مع قدر تاني انا اللي هقفلك. على فكرة أنا كنت متوقع إن مراتك تكون زعلانة، لأنها بصراحة عندها حق إنها تحمل من واحد شكلك، قسما بالله هي لو بنتي لو كنت فرمتك، بس يشيء القدر بقى إن أنت اللي تبقى ابني، هعمل إيه؟ لازم أسكت. وسابوا أبوه ومشي. وزين دخل الأوضة مرة تانية، لقى قدر قامت من قومتها ولا كأنها تعبانة، ومسكت كتاب ربنا وقعدت تقرأ فيه، كأن القرآن هو الحاجة الوحيدة اللي بتهرب بيها من العالم اللي هي عايشة فيه. فزين قال لها باستهزاء اقول لك حرما ولا ختمتي يعني القران يا حاج؟ قدر ردت عليه بنفس نبره المسخره بتاعته، قالت له جمعا بس يا رب في يوم اشوفك بتركعها ولا شايف ولا شايل المصحف. قال لها طب بصي يا قدر، وراح قعد جنبها وقال لها سيب القران دلوقتي، انا عايزه اتكلم معاكي. يا قدر اللي احنا فيه ده ما يصحش، احنا اتنين كبار وواعيين وما ينفعش نفضل نتعامل مع بعض كده بالند كاننا اعداء. قالت له انت عايز ايه؟ قال لها يا ستي عايزين نتعامل طبيعي زي اي اتنين متجوزين، مش هقولك تحبيني بس على الاقل نتعامل كويس. قالت له ماشي، عامه انا هحاول اتاقلم على الوضع اللي انت حطيتني فيه، واظن كده انا عملت اللي عليا. قال لها انت هتعملي ايه دلوقتي؟ قالت له عادي هغير هدومي واروح جامعتي. قال لها طب ما تنسي ونقعد النهارده مع بعض شويه. قالت له لا انا عايزه اروح الجامعه. وسابته فعلا ودخلت الحمام علشان تغير وتنزل. في نفس الوقت عند قادر في الشقه، يارا بعد ما خلص قدر منها كانت نايمة، لكن كان باين عليها التعب قوي، فقدر عدلها وقال لها قومي يا يارا عايزة اتكلم معاكي. قالت له في ايه يا قدر؟ قال لها هو انت اخر مرة العادة جات لك امتى؟ قالت له مش فاكرة معرفش. قال لها طب مش يمكن تكوني حامل؟ قالت له يا خرابي لا استحالة، ده انا كده هودي نفسي واوديك معايا في داهية. قال لها وتوديني واوديكي ليه في داهية؟ ايه هو احنا مش متجوزين ولا ايه؟ على فكرة احنا ما بنعملش حاجة حرام، ده انت مراتي على سنة الله ورسوله. ردت عليه يا رب خوف ودموع، انا عارفة ان احنا ما بنعملش حاجة غلط، لكن لا اهلي ولا اهلك يعرفوا. بالله عليك يا قادر اوعى في يوم تتخلى عني، انا مستعدة عادي الكل علشانك واسيب الدنيا كلها وافضل جنبك، بس انت اوعى تبعد، انا بتنفسك يا قادر، انا ممكن اموت لو انت بعدت. قادر ساعتها قلبه فعلا وجعه عليه وقال لها ما تخافيش يا يارا، انا عمري في يوم من الايام ما هبعد عنك، بس قبل ما تروحي احنا لازم نروح للدكتور نطمن ونشوفك فعلا حامل ولا تعبك ده ايه. وفعلا راحوا للدكتور ودخلوا وقال له سلام عليكم يا دكتور، احنا عايزين نتاكد ان كان في حمل عند المدام ولا لا. قال له انت جوزها؟ قال له ايوه. قال له طب تعالي يا مدام يلا عشان اكشف عليكي. وفعلا كشف عليها، وبعد ما خلص قال له مبروك المدام حامل. قادر ساعتها ما اداش اي رد فعل كانه كان متوقع ان ده يحصل، لكن يارا كانت خايفه جدا والخوف كان واضح في عينيها، وشكروا الدكتور وخرجوا. وساعتها يارا قالت له هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ قال لها اهدي اهدي يا يارا، انت مرات قادر، مفيش اي حاجه، انا هتصرف وملكيش انت دعوه. قالت له ارجوك يا قادر انت لازم تطلب ايدي من اهلي في اسرع وقت.
بالله عليك، أنا كده ممكن أضيع زين وأبويا، لو عرفوا هيموتوني. قدر قال لها: يا يارا، أنا قلت لك 1000 مرة طول ما أنا جنبك ما تخافيش، سيبيها على ربنا، ربنا هيسهلها وأنا هعمل الصح. قدر ساعتها كان بيفكر في حاجة يارا ما تعرفهاش، وفعلا وصلها لحد القصر. وهي أول ما دخلت لقيتهم كلهم قاعدين، وكانت قاعدة معاهم كان زين قاعد، وأمها وأبوها وكمان قدر، وقعدت معاهم شوية، وما فيش أكتر من ساعة عدت وسمعوا الباب بيخبط. ساعتها راحت الدادة أم محمد علشان تفتح، واتفاجئت لما لقت الشرطة. وأول ما الضابط دخل زين راح له، قال له: خير، في إيه؟ قال له: في واحدة هنا اسمها يارا محمد القناوي موجودة؟ قال له: أيوة موجودة، مين حضرتك وعايز إيه؟ قال له: هي مطلوبة لبيت الطاعة. الكل ساعتها انصدم، وساعتها محمد القناوي قام جري وقال له: أنت بتقول إيه؟ أنت مجنون؟ بيت طاعة إيه اللي هي هتروح؟ أنا بنتي أصلا مش متجوزة. قال له: حضرتك بدون أي تعصب أو غضب، إحنا ناس بننفذ القانون وبس، وجوزها عايزها في بيته، بعد إذنك هي موجودة ولا لأ؟ قال له: بيت طاعة أنت اتجننت، بقول لك أنا بنتي مش متجوزة، إزاي يعني؟ قال له: يعني إيه حضرتك مش متجوزة؟ هي جوزها معانا بره، وحضرتك هو طالبها لمين لبيت الطاعة. فزين قال له: مين جوزها ده بقى؟ ساعتها ظهر قادر وقال له: أنا. زين ساعتها اتعصب وجري عليه، وكان هيمسكه من قميصه وهيضربه، قال له: انت ايه يالا اللي جايبك هنا؟ اجري يلا العب بعيد. قادر بغضب اكبر من اللي كان زين فيه وقال له: حضرة الضابط، انا عايز مراتي دلوقتي. وفعلا محمد القناوي راح ليارا وكان هيموتها، وقال لها: انت بتقولي ايه؟ انت بجد فعلا مراته؟ قولي لهم يا يارا ان انت عمرك ما تعملي كده، وانك ما تنزليش راسي في الارض. يارا فضلت ساكته وكانت بتعيط. زين راح لها ومسكها بغضب: ما تتكلمي يا حيلتها، انت فعلا متجوزه قادر؟ ساعتها يارا بصت لقادر بألم وكأنها بتقول له: انت ليه عملت كده؟ قادر راح لحد عندها وشدها من ايدها وقال له قال له: يا حضره الضابط، دي مراتي وانا كده خدتها. وخباها ورا ظهره وقال له: بص يا زين، انت مالكش في مراتي، انا وهي بنحب بعض. وضحك له ضحكه مسخره كأنه بيقول له: انا برد لك نفس الألم ونفس الكلام اللي انت قلته ساعة ما كنت واقف مع أختي، لكن أنا اتجوزتها، لكن أنت ما كنتش متجوز قدر. زين ساعتها بصله وفهمه وقال له: بقى أنت بتردها لي يا ابن الكلب؟ قدر قال له: ابعد إيدك يا حلوة عني، مراتي وعايزها، ده حقي الشرعي، ولا إيه؟ أنا اتجوزتها وبعدين نمت معاها، لكن ما نمتش معاها واغتصبتها وبعد كده اتجوزتها. زين ساعتها اتعصب من كلامه وقال للشرطي: طب حضرتك انت نفذت، اتفضلوا اطلعوا بره. قادر في نفس الوقت قال له: شكرا ليك يا حضرة الضابط، لو حصل اي حاجة انا هبلغك. قادر كانت واقفة في وسط كل ده، كانت مصدومة من اللي حصل، وحست ان الاحداث اللي حصلت معاها بتتكرر تاني والمرة التانية، لكن مع يارا. قادر راحت لعند اخوها وقالت له بكل ألم وهي بتبص له: انت ليه عملت كده يا قادر؟ ليه بتاخد حقك من واحدة ملهاش اي ذنب؟ لأنها كانت شايفة القهرة في عين يارا وهي مش عارفة تعمل إيه. إن كنت خلصت كلامك يا قدر، أنا لسه ما خلصتوش، أنت جاية بتلوميني على إيه؟ بتلوميني على كل ألم أنا كنت بحس بيه فيكي، على القهرة والذل اللي كنت بشوفه في عينيكي، كانت دايما راسي مصدعة بسببك، دايما كان قلبي وجعني وأنت بتبكي وبعيدة عني دموعي كانوا بينزلوا لوحدهم، وأنا عارف إنك بتعيطي في نفس الوقت، أمك مريضة وما بتقومش، وابوكي ساب شغله ومش قادر يخرج من البيت بسبب كلام الناس عنك، كل ده وبتقولي لي ليه عملت كده؟ محمد القناوي قال له: هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ انت تعرف قدر منين يا قادر؟ زين ساعتها اللي رده قال له: قادر ده يبقى اخو المدام، اخوها التوأم، واكيد متفق معاها عشان ياخد بطاره. رحاب ساعتها قربت على يارا وقالت لها: انت صحيح مراته؟ صحيح مراته ولا ده كلام؟ ساعتها يارا جريت على قادر تاني وقالت له: قادر، هو ايه الكلام ده؟ انا مش فاهمه حاجه. قالت لها: يا ماما انا بحبه، واحنا متجوزين على سنه الله ورسوله. قال لها: بتحبيه وبيحبك يا هبله؟ ده بيجيب حق اخته منك انتي، وانتي زي الهبله بلعتي الطعم. قالت له: يعني ايه يا قادر؟ انا مش فاهم، هو ايه الحق اللي انت عايز تجيبه مني؟ علشان كده اتجوزتني؟ بس انا عايز اعرف حق ايه. زين اللي رد وقال لها: هو عمل فيكي زي ما انا ما عملت مع اخته. قادر قال له: لا، اقف عندك، في فرق بسيط، وبسيط قوي، لا ده كبير. انت اغتصبت اختي الاول وبعدين اتجوزتها بالتهديد، بعد ما بعدتنا عنها وبوظت سمعتها في وسط الناس.
لكن انا ما عملتش حاجة حرام، انا اتجوزتها على سنة الله ورسوله. سمعت؟ هنا زين اتجنن وضرب قدر بالبوكس وقال له انا قلتها لك مرة ان انا هردها لك، وكل اللي انت بتعمله ده مش فارق معايا. ساعتها زين قال له طب اطلع بره بقى وكفاية لحد كده. يارا بصت لقدر بدموع ومسكت ايده وقالت له انت مستحيل تعمل فيا كده، صح؟ قدر فضل ساكت وحتى مرضيش يبص في عينيها. قالت له ارجوك قول حاجة، انت مستحيل تجرح قلبي، انا اديتك كل حاجة علشان حبيتك وكنت جوزي على سنة الله وعملت كده من ورا اهلي عشان حبيتك، وانت قلت لي ان انا ما بعملش حاجة حرام، ارجوك اتكلم. كانت ساعتها نفسها انه يقول لها انا بتجوزك علشان بحبك، لكن هو ما كانش قادر ينطق. قدر ساعتها ثابت عليها يارا قوي كأنها حست انها كانت في نفس المكان من شهور، وساعتها راحت لها وقالت لها اهدي يا حبيبتي، انا اعرف قدر كويس ومتأكدة ان هو صحيح كان بيعمل الموضوع ده عشان ينتقم، لكن هو فعلا لو ما كانش حبك عمره ما كان اتجوزك وكان هيأذيكي كده، هو ما أذاكيش، هو بيحبك يا يارا. ساعتها يارا بصت لقدر بألم كأنها بتقوله انا كان نفسي اسمع الكلام ده منك. قادر قال لها بصي يا بنت الناس، انا ما انكرش في البداية ان انا كنت بعمل كده وبلعب عليكي، لكن انا لقيت نفسي معجب بيكي، لكن اللي خلاني اتجننت اكتر اني عرفت ان انت اخت الكلب ده، واللي انت قام كان كبر بدماغي وحلفت لأذيه فيكي واتجوزتك ومثلت عليكي ساعتها الحب، لكن لما عشرتك وقربت منك وعرفتك اكتر حبيتك وحبيت اسلوبك وشخصيتك وحبيت حبك ليا، ولما عرفت انك حامل حامل، وشدد على كلامه قوي عشان يعرف ان الدنيا كلها انها حامل، حبيتك وحلفت انك تكوني جنبي لانك مراتي. ساعتها محمد القناوي قال له هي مين دي اللي حامل؟ قال له يارا. رأي يا استاذ محمد القناوي، يارا مراتي. ساعتها يارا كانت مصدومه من كل اللي هيحصل ده وكانها فيلم عربي وما كانتش مصدقه، لكن قادر ما اهتمش بكل ده وقال لها يلا يا يارا يلا معايا لحد كده. ولحد هنا تخلص حلقتنا، حلقتنا اللي كان فيها احداث كتير، لكن البطله بتاعتنا النهارده كانت يارا، يارا اللي قلبها وجعها قوي من قادر. وطبعا احنا هنشوف الحلقات الجايه ايه اللي هيحصل. وشكرا ليكم ولكل اللي بيستنى القصه بتاعتي، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ويا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات، وان كنت عايزين تشجعوني ان انا انزل الحلقات باستمرار يا ريت ما تنسونيش باحلى لايك واحلى